انا مصطفى مكرم من ماسمتايمنت، برحب بيكم في فيديو جديد هنتعرف فيه على ماسمتايمنت وازاي اتعامل معه. النهاردة هنتكلم عن طريقة وشروط الاشتراك في المنح المقدمة من ماسمتايمنت. اول منحة تم الاعلان عنها وهي الدراسة في كينج جورج انترناشنال كوليدج في كندا، واول 3 فايزين كانوا هما علي لطفي، عمر بنان، محمد ابو راس. تقدر تتابع المنح اللي بتقدمها ماسمة بشكل مستمر عن طريق انك تروح على كومبيتيشن وبتشوف المنح الموجودة ايه. في اكتر من منحة هيتم الاعلان عنها قريبا، ومنحة كينج جورج انترناشنال كوليدج دي بتتكرر كل 3 شهور، بيختاروا 3 افراد علشان يروحوا يدرسوا في كندا. كل اللي انت بتعمله انك بتدخل على المنحة، بتقول I am interested، وبتكتب تعليق ليك خاص بالمنحة. ومن اهم الشروط انك تكون فعال في الويب سايت، والبروفايل بتاعك وكل بياناتك بتكون جاهزة بشكل سليم، وان المحتوى اللي بتقدمه يكون محتوى هادف، ولو انت نقله ومش خاص بيك بتذكر المصدر بتاعه. فحظ سعيد للجميع، واهلا بكم في ماسمتايمنت.